أعلن المخرج اليوناني الفرنسي الشهير كوستا جافراس الذي أصبح في 91 من عمره أنه في فيلمه الجديد النفس الأخير أو لو ديرني سوفل أعلن أنه اقترب من الموت. هذا مؤسف، لكن إعلان جافراس جاء أثناء حلوله ضيف شرف في مهرجان لوميير الذي اختتم مؤخرا في مدينة ليون الفرنسية. ويأتي هذا الفيلم بعد تجربة طويلة جعلته رائدا للسينما السياسية والتي تعالج قضايا عالمية. على كل حال، مشوار كوستا جافراس حافل بالأعمال المتميزة يمتد على مدار قرابة 75 عاما في عالم الفن السابع. وأهم محطات المخرج اليوناني الأصل كانت دون شك رشيد حصوله على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عن فيلم زاد الذي مثل الجزائر عام 1970. دعونا مشاهدينا نتابع أبرز محطات المخرج كوستا جافراس في هذا التقرير. رائد السينما السياسية اليوناني كوستا جافراس الذي غادر بلده ليكون حرا في فرنسا، اكتسب الجنسية الفرنسية لكنه بقي ثابتا في مسار مليء بالإنجازات والصعوبات ومحاولات نأيه عن التطرق للسياسة في أفلامه. اسمه ارتبط ارتباطا وثيقا بسينما تكافح من أجل فهم أفضل للعالم وأحواله، إصاري الوعي، إنساني الالتزام، سينما تحاول دائما مواجهة الدكتاتوريات. 18 فيلما في انتظار النهاية، ارتكز كوستا جافراس على مرجعيته اليونانية الأصيلة معتمدا على الفرنسية لغة وثقافة وحضارة وفكرا. Vous n'êtes pas un fou, vous n'êtes pas un terroriste. Vous êtes juste un type ordinaire qui a pété les plombs. Personne n'écoute des types comme moi. بعمر 91 يرفض التقاعد ليقرر إخراج فيلم مقتبس من كتاب للفيلسوف ريجيس دوبري يستند إلى مناقشات فلسفية عن الموت بين أخصائي وكاتب. قبل هذا عرفت مسيرة جافراس محطات مفصلية، فهو الذي قرر السفر إلى الجزائر أين حصل على تمويل لفيلمه زاد. صور هناك فيلمه الذي يحاكي مدينة أثينا أثناء التوتر السياسي الذي سبق وقوع انقلاب عسكري في اليونان عام 1967 وسيطر بموجبه العسكريون على السلطة. وبعيدا عن زاد الذي توج بالأوسكار سنة 1970، حملت أفلامه رسائل جريئة وقضايا سياسية مثل إيدن إيز ويست، كابيتال، أدلت إن ذا روم، ميد سيتي وغيرها الكثير والكثير. وعن الكثير لابد من الإشارة إلى فيلم هانا كي، تحفة كوستا جافراس السينمائية التي أنصفت فلسطين عام 1983. الفيلم الذي تعرض لتحفظات كثيرة وسحب من دور العرض السينمائية في أمريكا فقط لأنه أنصف القضية الفلسطينية. Then my father died and we were less cramped. Why don't you come in? Afraid of rats? فيلم النفس الأخير آخر أفلام جافراس، ومن المنتظر أن يطرح في صالات السينما في يناير 2025. وتشارك في الفيلم الممثلة الفلسطينية الفنانة هيام عباس. على كل في انتظار موعد الفيلم نرحب بضيفنا الكاتب والناقد المغربي أشرف الحساني الحديث عن سينما كوستا جافراس وعن الفيلم السياسي. أهلا وسهلا بك معنا. يعني قبل الحديث عن كوستا جافراس، هل ممكن يعني تعطينا خصائص الفيلم السياسي؟ ما هو الفيلم السياسي؟ وهل كل فيلم يأتي في يعني سياق مخالف للسلطة هو فيلم سياسي؟ بداية شكرا لكم على الاستضافة الكريمة، تشرفت أكون يعني كضيف عندكم في برنامج ضفاف. في الحقيقة هو صعب يعني نتحدث يعني عن ما يسمى وما يسميه النقاد بالفيلم السياسي. إذا اعتمدنا يعني هذا المفهوم لهذا التوصيف فيلم سياسي، ماذا سنسمي الفيلم الذي يكون موضوعه البحر، موضوع بحري؟ ماذا سنسمي الأفلام التي تدور قضاياها
مسالك يعني تخيلية في الغابة، فيلم غابوي، أعتقد أننا يجب أولا أن نفكر إعادة التفكير في هذا المفهوم الذي يهم الفيلم السياسي. بشكل عام الفيلم السياسي يعرفه النقاد في كونه هو الفيلم الذي تدور أحداثه حول أشياء لها علاقة يعني بالسياسة، بالشأن العام، بالدبلوماسية، بالبرلمان. وأعتقد أن المرحلة التي عرفت نمو وازدهار ما يسمى بالفيلم السياسي هي مرحلة السبعينات، منذ بعد يعني 67 أصبحنا نشهد في العالم وفي العالم العربي أيضا بروز العديد من الأفلام السياسية التي تحاول أن تنطلق من الواقع المعاش وتجعل منه أفقا للتفكير. بس عربيا لا نتوفر على الكثير يعني من الأفلام السياسية. طبعا هذا مشكل له علاقة بالرقابة، فحرية التعبير الموجودة في الغرب في تلك الفترة ليست هي الموجودة عندنا بالعالم العربي. لكن المرحلة التي شهدت نمو السينما السياسي بالعالم العربي هي المرحلة التي تسمى داخل الأدبيات النقدية بالسينما الحرب الأهلية اللبنانية، مع جان شمعون، مع ميل مصري، مع رند الشهال. كل هؤلاء المخرجون جعلوا يعني من الواقع السياسي اللبناني مسرحا. مارون بغدادي ايضا يعني الاسماء كثيره. صحيح كثيره، يعني كنت اود ان اسالك عمليا عن هذا الموضوع لكنك جئت عليه، وكونك تحدثت عن يعني السينما السياسيه عربيا لنقل، واضح ان هناك يعني خلاف بينك وبين المصطلح بحد ذاته. هنا السؤال يتعلق بخصائص هذه السينما عن السينما العاديه، السينما الانسانيه، السينما الروائيه وما الى ذلك. ما المختلف يعني من ناحية المدخل، مدخل المخرج لهذه المادة، كون المادة هذه سياسية، كيف يدخل لهذه المادة لتحويلها لمادة سينمائية حيث أن الموضوع سياسي؟ هل هناك خصوصية في هذا الموضوع؟ أعتقد أن حينما نفكر يعني مفهوم الفيلم السياسي عادة ما يعترضنا مفهوم أساسي ومركزي ومفهوم الإيديولوجيا. أعتقد أن كل الأفلام التي انطلقت من السياسة هي أفلام إيديولوجية بامتياز. وهناك أنواع من الأفلام يعني السياسية، هناك الفيلم السياسي الذي تطغى عليه السياسة فيتحول المخرج أو يحول موضوع فيلمه إلى أشبه ما يسمى بخطاب راديكالي أو بمحاضرة علمية، يعني يغلب عليها البعد النظري. في حين أن هناك أنواع أخرى من الأفلام السياسية حاولت أن تجعل من السياسة فقط مادة للتخيل، وهذا الرهان على التخييل أو ما أسميه بالرهان على الشرط الجمالي هو الذي يعطي للسينما إمكانات كبيرة للتعبير. نعم. طيب لنعود إلى كوستا غافراس، يعني برز كوستا غافراس في نهاية ستينيات القرن الماضي بطبعا فيلم زاد الذي كان بمثابة رد فعل على الانقلاب العسكري في أثينا عام 1967، ثم الاعتراف أو الأفو المقتبس من شهادة الكاتب والسياسي التشيكوسلوفاكي أرتور لندن ضد التطهير الشيوعي في بلده. هل يمكن القول أن غافراس هو مؤسس الفيلم السياسي برأيك أشرف؟ أعتقد أن الإجابة على مثل هذه الأسئلة هي من الأسئلة يعني المفبركة الذي قد يسقط فيها أي ناقد. يعني لا أستطيع أن أجزم أن غافراس هو من أسس الفيلم السياسي عام 67، لكن إذا حاولنا يعني أن نستقصي تاريخ الفن السابع سنجد أن هناك العديد من الأفلام التي لها بعد سياسي مثلا في روسيا أو في ألمانيا. لذلك يصعب أن أجيب على هذا السؤال وأعتبر أن غافراس هو من أسس الفيلم السياسي يعني العالم. نعم. طيب يعني ربما ما حدث مع غافراس في فيلمه زد الذي فاز بالأوسكار تكرر أيضا في فيلمه الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية هانكي، يعني عندما تعرض كما تعلم لنوع من المضايقات وسحب هذا الفيلم من دور السينما. هنا ربما نتساءل عن الحدود، حدود التي يمكن أن يتطرق إليها الفيلم السياسي في المجتمعات الغربية، وهل نحن أيضا يعني أمام نوع من ازدواجية المعايير يعني فيما يتعلق بتقييم الأفلام التي تتحدث عن قضايا لا تتناسب ومعايير الحرية والتعبير وما إلى ذلك الغربية، أم كيف نفهم هذا؟ في الحقيقة أن مسألة الحدود يعني في السينما كانت دائما مطروحة يعني في تاريخ الفن السابع سواء في الغرب أو في العالم العربي. أعتقد أن السينما باعتبارها يعني وسيط بصري
هو يعني تحرر النظر وتحرر التفكير، على المخرج أن يكون دائما منفلتا يعني من قبضة العادات، من قبضة التقاليد، من قبضة السلط، من قبضة الأنظمة، من كل شيء. يعني على المخرج دائما أن يكون حرا في التعبير. المشكل الذي يطرح بالنسبة للسينما في علاقتها بمسألة المنع، سواء داخل دور، خاصة داخل دور السينما، هو حينما تصبح الدولة هي المنتج الحقيقي أو الشخص أو المؤسسة التي تقف وراء إنتاج الفيلم، كما هو موجود في المغرب أو في تونس أو في الجزائر. أعتقد أن السينما الغربية تتميز يعني بهذه الخصائص التي تجعل المؤسسات مؤسسات خاصة وتدعم المخرج، ومن حقه أن يقول أو يكتب أو يفعل ما يريد. نعم. طيب بالعودة إلى الفيلم الأخير، يعني النفس الأخير لجافراس، يعني طبعا جافراس عالج مواضيع عديدة، يعني السياسية، حكي عن الأزمة في اليونان، أيضا عن تطرق إلى موضوع الهجرة ومواضيع عديدة. برأيك موضوع الموت، لماذا اختار يعني آخر فيلم أن يكون عن الموت؟ أعتقد أن يعني صعب السؤال طبعا، يعني يجب أن يجيب عليه جابراس. صعب السؤال، بس سؤال الموت هو سؤال كبير وسؤال يعني محير. في تاريخ الفن السابع هناك العديد يعني من الأفلام التي تناولت مفهوم الموت. قبل الأفلام يعني قبل السينما هناك دراسات أنثروبولوجية عميقة أنجزت حول الموت. بس أعتقد أننا حينما نفكر يعني في بالنسبة للمخرج، حينما نفكر يعني في السينما، أعتقد أنه أراد يعني أن يعيش نوعا من الخلاص الجمالي هذه المرة، ليس في السينما ولكن في أرض الواقع. يعني هو الفيلم مقتبس عن كتاب للفيلسوف ريجيس دوبري، وفيه يعني نقاشات حول الموت. يعني يقول أيضا أنه الموت يرعبنا، فكرة الموت ترعبنا منذ الصغر. يعني كلا، يجب أن نتحدث عن الموت، يعني يجب أن نستعد طبعا للموت. أشرف، أود استغلال وجودك معنا للحديث عن تجربة جافراس مع ممثلينه عمليا. يعني دائما هو تحدث أنه أنا أنتقي أصدقائي يعني من الممثلين، الأصدقاء من الممثلين، وله عبارة يقول يعني أنا أتعاون مع الممثلين ولا يعني أقوم بإرشادهم أو توجيههم، هناك نوع من التعاون. هل تعتقد أن هذا النوع من الأفلام، يعني الفيلم السياسي، يحتاج عمليا لنوع من التوافق الفكري بين المخرج والممثل، يعني هما متفقان على وجهة النظر أو هذه الزاوية في الرؤية، ولهذا هو يستعين عمليا بأصدقاء له، ممثلين وأصدقاء أيضا، ويتعاون معه؟ هل نفهم يعني هذه ضرورة عمليا لهكذا نوع من الأفلام؟ أعتقد أن يعني اختيار ممثلين يعني كبار مثل الممثل الذي ذكرتي هناك، يعني كان يسند دائما أدواره إلى سيمون سينيوري وإيف مونتان، وهنا يعني أصدقاء لكوستا جافراس. فهذه الأنواع، يعني هذا النوع من الفيلم السياسي أو الفيلم التاريخي، هي تدخل ضمن تشكيلة الأفلام المركبة التي يعني تحتاج إلى وعي يعني ثقافي قبل أن يكون يعني وعي تقني، يعني عبارة عن حركة الأجساد داخل الفضاء. فالمسألة دي المسألة دي الثقافة ومسألة دي الارتفاع منسوب الوعي لدى الممثل تجاه قضية ما، تجاه إشكالية، تجاه واقع، يكون عاملا كبيرا في إنجاح الفيلم. وفي الفن السابع هناك العديد من الممثلين أدوا أدوارا فأنقذوا السيناريو وأنقذوا يعني كل شيء. يعني يستطيع الممثل بقوة أدائه أن يتحكم في مسار الفيلم ويخط له مسارات يعني أخرى غير تلك التي أرادها المخرج. يعني كان يعتبر أن الممثلين أهم من الجانب التقني وحتى الجمالي في الفيلم. أي وجهة نظر مسرحية على طبعا. أشرف حساني، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث الشيق وعلى هذه الإضاءة على كوستا جافراس. شكرا لك. شكرا جزيلا لك أشرف. شكراً.